إلى ذلك أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي على عزم إدارة الرئيس ترامب على مواجهة الإرهاب الإيراني وإصلاح الاتفاق النووي. قالت هيلي في لقاء بجامعة يوك إن الولايات المتحدة تدخل حقبة جديدة من القيادة في التعامل مع نظام الولي الفقيه، كما انتقدت الطريقة التي تفاوضت بها إدارة أوباما على الصفقة وشددت على ضرورة الرد على تصرفات إيران في المنطقة. قالت السفيرة الأمريكية إن الولايات المتحدة تتفاوض مع حلفائها الأوروبيين لإصلاح الاتفاق النووي مع إيران، وأدت هيلي أنها لسنوات كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا قد تغاضوا عن إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية ودعمها الإرهابيين واضطهاد الشعب الإيراني من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي.